متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت رياح البوارح بالهبوب في الأجزاء الشرقية من المملكة وأيضا العاصمة الرياض، حيث تشكلت موجات غبارية كثيفة وتدنت الرؤية الأفقية إلى مدون 1000 متر. نستعرض الآن وإياكم صور القمر الصناعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات قليلة من الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية، فيما سادت كما ذكرنا أجواء صافية في عموم المناطق باستثناء المنطقة الشرقية، حيث هبت رياح شمالية غربية وهي رياح البوارح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالمجمل. نتحدث الآن عن الرياح البوارح ونستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من نهار اليوم وحتى يوم الأربعاء. تستمر الرياح البوارح بالهبوب في عموم المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن الشرقية الإحساء وأيضا حتى العاصمة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم. تتراجع شدة هذه الرياح خلال ساعات الليل، لكن تعود وتنشط خلال ساعات نهار يوم الاثنين، وتتشكل مجددا الموجات الغبارية التي تعمل على تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتعود وتتراجع شدتها خلال ساعات الليل، وتنشط مجددا خلال ساعات يوم الثلاثاء خاصة في أقصى شرق المملكة، مع تراجع واضح في سرعة هذه الرياح خلال يوم الثلاثاء على العاصمة الرياض. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مغبرة بالمجمل مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، 29 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون ناشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين تستمر رياح البوارح بالهبوب المثيرة للأتربة والغبار مع 41 إلى 30 درجة مئوية، يوم الثلاثاء أيضا 43 إلى 33 درجة مئوية مع استمرار لهبوب رياح البوارح. يوم الأربعاء تتراجع هذه الرياح ويسود الطقس صافي مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة مع 44 إلى 31 درجة مئوية. ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء حارة بالمجمل، سكاكة 44 إلى 28، عرعر 42 إلى 28، وتبوك 41 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 43 إلى 32، جدة 36 إلى 31، مكة المكرمة 44 إلى 33، والطائف 34 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدين من الأمطار 31 إلى 21، أبها 30 إلى 19، وجزان 40 إلى 33 درجة مئوية. انتقل الآن شرقا نحو الدمام، حيث تستمر رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار بالهبوب، الدمام 41 إلى 33، الإحساء 44 إلى 32، وحفر الباطن 43 إلى 32 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض أيضا أتربة مثارة ورياح نشطة 41 إلى 30 درجة مئوية، بريدة 41 إلى 28، وحائل 40 إلى 29 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.